روح. شوفي بيملا، سهيل بخير مو هيك؟ يعني كيف بده يكون بخير؟ أنا متأكدة إنه هالمرة عملت له شيء لحتى ابنك ما عم بيقدر يشغل عقله. طبعاً بغض النظر عن اللي عم تعمليه أو قديش عم تحاولي، أنت ما فيك تحرري سهيل من هديك المرة سيئة. الأحسن تروحي من وشي هلأ، أحسن ما فيش كل خلقي فيكي لأنك أمه بس بالاسم. روحي يلا روحي. أنا ماني بنت صغيرة ولا حتى ضعيفة، ورح أعرف أتعامل معه. يا حماتي لو سمحتي أنت لازم تهدي أعصابك، هاي مجرد حجر صغير وواقف بطريقنا. كنت متأكد أنه هالشي رح يصير، بس لازم أنت تركزي هلأ على الكنز الكبير اللي بحياتنا. هلأ الذكرى 50 لمجوهرات أجروال، ورح يجي لعنا ضيوف من كل البلدان، ولا تنسي الصحافة رح يجوا لحتى يحكوا عنك، وأكيد لازم يكون سهيل حاضر بهي المناسبة لأنه من لحمك ودمك ووريث هالممتلكات كلها. أنت بتعرفي إذا ما بيكون موجود بهذا الاحتفال، وقتها راح يكون هذا الاحتفال حديث كل الناس. أكيد لازم يكون موجود، طبعا كرمال هي العيلة وكمان كرمال الشغل اللي تعبنا حتى عملناه. أخذت قراري بعد ما فكرت منيح، هلأ صار لازم عين سهيل مدير تنفيذي والمسؤول عن الشركة. عن جد كتير منيح، هذا قرار ممتاز. خبري هالشي لما بتشوفي، وكمان خليه يفهم إنه لازم يترك حياته القديمة ويركز على مستقبله يلي رح يفيده. بونيش عم يحكي لمصلحته يا خالتي، وعلى كل حال أنا عم بستخدم آريا لحتى أقدر أزرع الكره بين سهيل وفاديكا، أكيد بالنهاية نحن رح نقدر نفرق بيناتهم. ليك بونيش، أنت حضر كرمال مناسبة الذكرى 50 لألنا. كنت رح ساوي هالشي حتى لو ما قلتي. أنا رايحة على المحل هلأ. ماشي حماتي. أنا رح كون مرته لسهيل، مدير مجوهرات أجروال، سيدة نيدهي أجروال. أنا لازم خبر أمي هالخبرية الحلوة.